السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم إيمان قاسم. هنكمل مع بعض شغل الإسورة، غرزة النول من غير نول، ونعمل بقية الفراشة وإزاي نقفلها وإزاي نشتغل بطريقة سهلة جدا للغرزة. يلا بينا نشوف نعملها إزاي. كحلي أرضية يبقى كحلي كمان. هوريكم مثلا لو كان الخرزة مش عايزة تعدي، مثلا انا حطيتها هنا اهو كده اهو، الخرزه دي جيت اعديها هي هتعدي، بس كانها مش هتعدي، مش هتعدي، اعدي مش هتعدي. اقوم اعمل ايه بقى؟ اقوم انا معديها كده اهو من تحت النسيج كده اهو كده اهو الحته دي، عشان بس ايه انا تبقوا معايا على الخط اهو. تمام اهو كده، بصي بقى الخرزه مرتاحه. اقوم داخله بقى ايه في الخرزه اللي تحتها، يعني المفروض انا اخش في الخرزه دي كان الخرزه دي ما رضتش تعدي معايا. اقوم داخله في الخرزه اللي بعدها دي، تمام اهو، ما سدش بقى بالراحه كده عشان ما تكلكعش معايا. واقوم ماشي، اما اخش في الخرزه اللي بعدها برضو عشان تبقى ايه يعني زي ما بنشتغل، يا اما خلينا عشان طبعا دي حالة استثنائية كده مش كل شوية هتعمل معانا كده، ونطلع تاني كده اهو، بصوا طلع تاني كده، واقوم داخلة في الخرزة الجديدة اللي ايه اللي تحتها دي مرضتش تدخل معايا اهو. تمام، يبقى انا تجنبت ان اخش في الخرزة دي كأنها تجنبت ان اخش في الخرزة دي علشان ان هي ضيقه ومرضتش دخلت في اللي تحتها، بس دخلت في تحتها بعد ما دخلت كده اهو، طلعت في الخيط النسيج اللي هو بالعرض ده. تمام، وصلت الفكره؟ ابقى حيدوا الفيديو من اول لو انتوا ايه لو انتوا ما عرفتوش تعملوها ازاي بالراحه كده تعرف. يبقى احنا عملنا ايه، حطينا نشوف اللي بعدها ايه، اللي بعدها ارضيه تاني اهو، خشوا فيه كده عكس اتجاه، ما دي مش دي مش عايزه تخش ايه؟ ان شاء الله نعرف عشان هي ايه الخرزه المفروض انها تخينه يعني كبيره واسعه اهو. نخش في اللي جنبها، طبعا لما عصلقت معايا دخلت في واحده بس، وبعد كده اخش في ايه في اللي جنبها اهو. بسم الله، طبعا الخيط لما بيقع بتبقى حاجه غلسه قوي، ان شاء الله ما فيش حاجه تعقد ولا حاجه اهو. ومداخله في الاثنين كمان. تمام، يبقى احنا كده عملنا السطر ايه، السطر الثاني، يعتبر السطر الثاني بعد الثلاثه الساده. نبدا بقى ايه في السطر الثالث. خلصنا السطر اللي هو اللي بعد المنتصف اللي هو رقم كام بقى، 1 2 3 4 5 6 7، يعتبر السابع. طبعا هو ادي خط المنتصف بيبقى هو ده زي ما شبه ده، اخر واحده 2 لبني، عملنا واحده لبني، وادي الثانيه اهو هنشتغلها مع بعضنا اهي. طلعت الابره اهو، هنقلب الشغل كده ونعمل السطر رقم 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، ده شبه ده يبقى ده شبه ده، هيبدأ بواحد لبني كحلي، أربعة كشمير وواحد كحلي. تمام، هنعمله ونرجع لكم بدل ما اخد وقت في الاتفاق. طالما عرفنا الطريقة خلاص، يبقى هنبدأ واحد لبني واحد كحلي أربعة كشمير اللي هي قلب الفراشة نفسها، وهننهي بالكحلي تاني. ماشي، يلا بينا نعمله ونرجع لكم. عملت اهو واحد لبني واحد كحلي أربعة كشمير واحد كحلي، واحد اهي الخطوة الأخيرة بعملها معاكم اهي كده. هنقلب الشغل ونعمل السطر رقم 9 اللي هو ده، ده المنتصف، ده شبه ده وده شبه ده. يبقى احنا هنعمل ده اللي هو عبارة عن ايه، كحلي سيمون او كشمير، كحلي كشمير كحلي، تلاتة كشمير كحلي، كحلي كشمير كحلي، تلاتة كشمير كحلي. نعمله ونرجع له.
هنبدأ مع بعض السطر رقم 3 بعد ما عملنا 3 اللي هم الثلاثة السادة او زي ما انت عايزة تعملهم 2، عايزة تعملهم 1، زي ما انت عايزة. هنقلب الشغل كده ونشوف ترتيب الشغل. طبعا اهو احنا رحنا كده عملنا كده ورحنا كده، يبقى احنا هنيجي كده كده بقى ايه اللي هو كحلي سيمون قصدي كشمير كحلي، كحلي كشمير كحلي اهو. احنا هنبدأ من تحت كده اهو، يبقى هنحط اول حاجة ايه كحلي. كحلي طبعا قلنا اول خرزة هي اللي بنخش فيها في واحدة بس، ادي الفتلة جاية كده هنخش عكسها ونرجع ندخل في الجديدة تاني. بصوا بمسكها بايدي كده عشان تبقى ثابتة معايا اهو اهو نشد. بعد كده عاملين ايه اللي هو الكشمير اللون الفراشة. طبعا هو واحد زي ما اتفقنا يعمل اللون اللي هو يعجبه. هنخش في تاني خرزة عشان دي خرزة رقم 2، هنخش في تاني واحدة اهو هي واللي جنبها الاولى ونشد. وبعد كده نخش في الاتنين مع بعض. بعد الكشمير في كحلي تاني في 2 وفي 2 تمام اهو كحلي كشمير كحلي. بعد كده 3 كشمير 3 كشمير او 3 اللون اللي انت عايزاه. ادي 1 ادي 2 وعند الخرز بيجري3 وادي رقم 3 ساعات الخرز بيبقى لازق في بعضه مش عايز يدخل اهو كده يبقى 3 اهو تمام. بعد كده ايه بننهي بكحلي بننهي بكحلي ادي اخر خرزة خش في اخر خرزة في 2 دخلنا في 2 طلعنا من 2 يبقى ده السطر رقم ايه رقم 3. هنقوم قلبين الشغل كده ونشوف اللي وراه ايه. احنا عملنا من هنا يبقى نبدا من هنا ثواني كده اهو احنا نبدا من فوق. اللون الارضيه اللي هو اللبني كحلي 4 سيمون لبني كحلي 4 سيمون لبني كحلي أربعة سيمون. نعمل 4 سيمون طيب ونرجع لكم. عملنا لبني كحلي 4 سيمون او اللي هو الكشمير وهننهي بايه هننهي بكحلي
احنا بدأنا من فوق وبعدين من تحت، عشان احنا رايح جاي كده رايح جاي كده. فهمتوا النظرية جاية ازاي؟ يعني احنا رحنا كده فبنقلب الشغل وبنشتغل كده، فطالع نازل طالع نازل، احنا كده في النازل كده. عملنا 4 سيمون يبقى واحدة كحل، ادي واحدة كحل اهو هنحطها. كده يبقى كده خلصنا السطر رقم كام؟ رقم 4 اهو. هنقلب الشغل كده ونشوف اللي وراه ايه. احنا فين؟ اهو كده، احنا كده، احنا من تحت كده. يبقى احنا هنبدأ من هنا، كحلي قصدي لبني كحلي، 2 تيمون كحلي، 2 لبني اهو. بصوا اهو لبني، تمام، ده لبني بعد الاثنين الصغيرين دول الكحلي، يبقى لبني كحلي، 2 كشمير كحلي، 2 لبني اهو. هيبقى يبقى هيبقى لبني، هنحط لبني اهو. اول خرزه بنخش في واحده، اول خرزه بنخش في واحده بس، لبني كحلي واحده لبني بس اه، واحده كحلي بس. بعد كده 2 كشمير اهو، لبني كحلي، 2 كشمير كحلي. طب نعمل 2 كشمير وكحلي ونرجع لكم. عملت لبني كحلي، 2 كشمير كحلي، بعد كده 2 لبني، ادي واحده لبني نخش في 2، نخش في واحده وبعد كده نخش في الثانيه، بعد كده نطلع في 2. لبني لبني، يعني هنعمل دي لبني واللي وراها لبني. سو لما بتعصلك هتخش يقعد وراها لحد ما تتعمل. وادي اخر واحدة لبني. يبقى كده خلصنا السطر، بسم الله الرحمن الرحيم، خلصنا السطر رقم كام؟ السطر 1 2 3 4 5، السطر رقم 5. دخلنا في غرزة، نخش في التانية. طبعا شغل الهاند ميد ده عايز ايه؟ طولة بال وشويش، حاجة تعصلك معاكي ما تتنكيش عليها وتشدي، لا بالراحه بالراحه كل حاجه تتعمل ان شاء الله. خلصنا السطر رقم 5، نشوف السطر يبقى احنا كده في المنتصف. هنعمل احنا من فوق، احنا من فوق من هنا هنحط 3 لبني، 2 كحلي، 2 لبني. يبقى 3 نعمل السطر ده ونرجع لكم، بس نقول الاول 3 لبني و2 كحلي و2 لبني، 3 لبني و2 كحلي و2 لبني اهو. 3 لبني، 2 كحلي، 2 لبني. هنقلب الشغل كده، هنعمل عكس كده، نص الفراشه اتعمل اهو، نص الفراشه يبقى النص التاني ده هيتعمل. يبقى احنا هنعمل ايه هنا اهو؟ ادي المنتصف، يبقى هنبدا من ده ماشي. هيبقى 1 لبني، 1 كحلي، 2 تيمون، 1 كحلي، 2 لبني اهو، اللي هو ده 1 لبني، 1 كحلي، 2 كشمير، 1 كحلي، 2 لبني، تمام. يلا بينا نعمله. عملت السطر اللي هو التاسع، ادي اخر خرزة، يبقى هو كان ايه؟ كان كحلي كشمير كحلي، 3 ك
كشمير كحلي. تمام، يبقى احنا هنعمل ده كحلي كشمير كحلي، هو ده اللي عملناه، كحلي كشمير كحلي، تلاتة كشمير كحلي. هنا بقى ايه، هنقلب الشغل كده. تمام، هنشتغل هنا بقى كحلي اتنين كشمير كحلي لبني كحلي لبني، يبقى كحلي اتنين كشمير كحلي لبني كحلي لبني. يلا نعمله ونرجعه كده. نعمل سطر رقم 10، ادي اخر خرزة فيه، احنا قلنا اخر خرزة لونها لون الارضية اللي هو لون اللبني اهو. عملنا كحلي اتنين كشمير كحلي لبني كحلي لبني، ده السطر رقم 10. هنقلب كده ونعمل السطر رقم 11 اللي هو ده اللي هو اخر واحد في الفراشة، اللي هو 4 لبني 2 كحلي لبني. تمام، ده اخر واحد اهو، اخر واحد في كده كملت الوحدة. نعمله 4 لبني عشان احنا نازلين اهو كده، كل مرة بنعمل رايح جاي. خدوا بالكم من التكة دي عشان ما تلخبطوش في السطور اللي جاي. ايه 4 لبني واتنين كحلي ولبني، ده السطر رقم 11 اللي هو السطر الاخير في اكتمال وحدة الفراشة اهو، اخر واحدة لبني. نخش في اتنين، طبعا احنا قلنا اللي بنخش في واحدة اللي هي اول واحدة بس، بعد كده بنخش على طول في اتنين اهو كده اهو. طبعا لو انت عايزة الاسورة كبيرة حجمها كبير، بتعملي الفاصل بين كل واحدة من الفراشة دي عدد تلاتة مثلا او اتنين او اربعة زي ما انت عايزة. لكن لو عايزها للاطفال او حاجة بتعمليش فاصل خالص، بتكمليها على طول. اللي عايزها عادية طول مناسب بنعمل فاصل ايه سطر سادة واحد بس. تمام، كمان لو كنت عايزها الاطفال ممكن تعمليها تلات وحدات بس او تعملي اربع وحدات زي ما انت عايزة. تمام كده احنا خلصنا الوحدة بتاعت الفراشة اهو، احنا كده خلصناها. حتى دي كمان ممكن تتعمل كأنها وحدة تتحط في ميدالية، لو حطينا هنا حلقة وكملنا سلسلة تبقى ميدالية، بس نعمل كمان ثلاثة من هنا وتبقى ميدالية بسيطة معوجة كده، شكلها جميل مع خرزايا لولي ولا حاجة، تبقى شكلها حلو جدا. كده خلصنا الشكل اللي برضو هكتبه لكم في صندوق الوصف الترتيب بتاع الوحدة. خلصنا الوحدات الخمسة بتاعت الاسورة وعملنا الثلاث صفوف من هنا والثلاث صفوف من هنا. هنبدأ بقى نشطب ونشوف الفتل دي. طبعا اي فتل ملهاش، طبعا بعد ما خلصنا بنحاول نخش في الخرز، دخلنا فيه ماشي ما دخلناش للزجزاج كده ونطوها لحد جوه، بنشيل بقى كل الفتل الزيادة دي اللي احنا بنعمل بيها بداية الفتلة. كل الخيط الزيادة بنشيله طبعا، كده بيتشال بالفتلة بالبولاعة او كده. خلاص كده ايه خلصنا. هنقفلها ازاي؟ هنستخدم اتنين مشط او اللي هو الحباس، هنستخدم سلسلة صغيرة، هنستخدم حلقتين زرد وقفل قفل البغبغان، واي مادة لاصقة عندك، مادة اللي هي الأومو او اللي هو بي 7000 او بي 6000. دلوقتي نشوف هنستخدم الحاجات دي ازاي. بعد ما قفلنا بعد ما شلنا الخيط هنبدأ نلزق الجزئين دي هنا وهنا.
زي طريقة تقفيل أسودة النول اللي هي بنستخدم فيها المادة اللاصقة. بنحط هنا أول سطرين اللي احنا عملناهم دول بنحط فيهم المادة اللاصقة بتاعتنا دي، وبنجيب الكليبس أو المشت وبالبنزة نتك عليها كده، نقفلها من الجهات كلها. طبعا نسيبها لما تنشف 5 دقايق كده، مش كتير. برضو في الناحية التانية بنحط مادة لاصقة من هنا ومادة لاصقة من هنا، وعندي اللي هو الحباس، حباس ده نفس الطريقة. نعمل كده ونظبطه في النص، نتأكد ان هو كبس على الخرز كويس. نيجي بقى نفتح الزرط، نحط في واحدة القفل، والناحية التانية نحط الزردة التانية. بنقفل اللصق ده عشان ما ينشفش. نفتحها من الناحية التانية علشان نحط السلسلة بتاعتنا. نحط السلسلة، طبعا دي طويلة هنقص منها جزء. وهنقفل الزردة كويس ونسيبها بقى تنشف مع نفسها. وبكده خلصنا. طبعا لو عندك اي حلية بتحطيها في نهاية السلسلة عشان تبقى كده جاهزة لللبس، تقفل معانا تبقى كويسة ومقاسها مظبوط. يلا عشان تنفذوها وتعملوا الوان مختلفة متعددة، مش لازم طبعا تتأيدوا بالالوان دي. وان شاء الله يبقى فيديو كان مفيد ليكم وتنفذوه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.